قدم لينا راسك. مهدي معروف 35 سنة صاحب مطعم اختصاصي في الأكل الآسيوي. أنت رياضي ولا مغامر؟ مغامر ورياضي. كيعجبوك المغامرات؟ عزيزين عليا. شنو هو أصعب تحدي رياضي درتي؟ أصعب حاجة 2014 بطولة العالم في جوجيتسو. شنو هي أقوى لحظة في جزيرة الكنز بالنسبة لك؟ أحسن وأصعب لحظة دراجة اليدوية ما جبت الساروت. كرهت العودة. واجد المغامرات جداد؟ ديما واجد.